أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم تسود أجواء باردة نسبيا لكن مستقرة في عموم مناطق المملكة، وتستمر الرياح الشرقية بالهبوب التي تزيد من الشعور بالبرودة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية، 12 درجة مئوية الملموسة 10، رطوبة 90%، والرياح تكون شرقية الاتجاه معتدلة السرعة. نذهب الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 17-8، المفرق 14-6، جرش 13-7، وعجلون 13-7 درجات مئوية، مع استمرار لهبوب الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة. نفس الأجواء في المنطقة الوسطى، رياح شرقية تزيد من الشعور بالبرودة، الزرقاء 13-5، البلقاء 16-9، عمان 12-7، مأدبة 13-6، والبحر الميت 21-11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 12-5، الطفيلة 14-8، الشوبك 13-6، معان 13-3، والعقبة 21-12 درجة مئوية. أخيرا في المنطقة الشرقية، رويش الطقس صافي 13-5، الصفاوي 14-7، والأزرق 14-8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.